اهلا بيك واهلا بموقع صدى البلد وبكل الجمهور بتاع موقع صدى البلد اللي انا واحد من الجماهير بتاعته. يعني بشكركم انتم موجودين معانا هنا في الاحتفال وتقطيع التورته للفيلم. الفيلم الفكره بتاعته يعني لو احنا رجعنا لسنين كتيره كده، الفيلم الايقوني الشهير بتاع عصفور والعلبه فيها ايه وبتاع، احنا فكره انه إذا كان في طريقة لخفة، طيب أنت هتستخدمها في الخير ولا في الشر؟ القصة كلها أنت كبني آدم هتعمل إيه؟ فاهم أنت؟ أنا نفسي بس يعني وأنا بقرا الفيلم سألت نفسي السؤال ده فعلاً، مش كلام تسجيل قدام كاميرات، هتعمل إيه؟ أنا هعمل إيه؟ قول هتعمل إيه؟ قول لي حاجة واحدة. سؤال صعب. لا سؤال صعب فعلاً، حقيقي. أنت كل إنسان فينا فيه رغبات تفهمها، بس برضو مش عارف أقول لك، صعب. صعب الخيال ممكن يروح في حتت بعيده وانت فاهمني طبعا. بس فنتمنى يعني ان شاء الله انه الفيلم يعجب الناس وان دوري يعجب الناس. انا بعمل الشرير في الفيلم يعني يعني يا رب نيجي صدسه. ده الاستاذ ده رحمه الله عليه، يعني احنا ايه توفيق الدين ده في حته واحنا في حته يعني فاهم. فيا رب نكون بس كده نقرب من الاستاذ شويه يعني سنه صغيره. انا لسه ما الصعب ان انا ان انت داخل تعمل اعاده تسليط للضوء على فيلم اوريدي ليه قاعده جماهيريه كبيره جدا جدا جدا، وفيلم تاريخي يعني فيلم مش هيتنسي، وفيلم اتعمل يعني 10 من 10 مفيش غلطه فيه. فاحنا في النهايه احنا بنجتهد، بس احنا نيجي احنا ايه في الجيل اللي فات ده؟ فده ده الخوف من المقارنه، ان انت تخاف انت حد يقارنك، ده انت تعمل لنا فيها توفيق الدين مثلا، ولا تعمل لنا فيها عبد المنعم ابراهيم، ولا تعمل لنا فيها فاهم انت قصدي؟ بعد تشوف مين الفيلم ده كان اخراج مين؟ انتاج مين؟ بطوله مين؟ هو ده بس يعني. اشتغلت طبعا شخصيه ازاي؟ والله لسه ما صورتش، وانا ما بقتش بشتغل بالطريقه اللي هو بقى اقعد بقى اذاكر بقى بالزياده وبتاع وكده خالص. بذاكر بس بسيب في جزء بقى اللي بيسموه ايه للسبكونشس والايه والنفحات الالهيه بقى، انه انا في كده نفحات كده بتجي لك كده ايه وانت انست قدام الكاميرا ربنا بيكرم يعني. لكن ابقى داخل بقى اللي هو مقفل الامتحان 10 من 10 لا ما احبش ده بصراحه. النضج بقى بيعمل كده. لا 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 بالعكس، انا بعمل شر وبعمل خير وبعمل كوميدي. ما انا لسه مخلص بس عايز اعمل الشر بقى اللي هو ايه. ما كان في عادل ادهم برضو الله يرحمه، توفيق الدين الله يرحمه، فريد شوقي ما عمل شر الله يرحمه. ما انت ممكن تلعب الشر بس تلعبه من حته الناس تحبها اصلا، واعتقد ان انا يعني بلعبها من الحته دي يعني. الجديد اللي بحضر له بعد اللي بحضر له ولا اللي انا بخلصه؟ طيب انا في رمضان باذن الله الامام الشافعي باذن الله اللي يتحجه المخرج العربي الكبير تاليف استاذ محمد هشام عبيه، بعمل فيه شخصيه مهمه جدا مع الاستاذ خالد النبوي. عندي الكتيبه 101 اخراج محمد سلامه بطوله النجمين عمرو يوسف واسر ياسين تاليف اياد صالح. بعمل دور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيكون مفاجاه رمضان باذن واحد احد ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله. وعندي صندوق الغامض ده احمد داش وهدى المفتي وعلي قاسم اسمه الصندوق دلوقتي الصندوق. وعندي ان شاء الله يعني بعد رمضان بفنش بقى ان شاء الله، فاضل لنا يومين في فيلم شقه باذن الله، تايسون وعمرو يوسف وامينه خليل ونشر بيني اخراج كريم السبكي ان شاء الله يعني باذن الله.